اللي هو استلمها القديمة أو اللي هو شغال عليها للأعضاء. تقديم التقدير المالي للهيئة الإدارية. نيكست استراشن. تقديم سجلات للنادي الماليه للتحقيق عند اللزوم. دي نقطه مهمه جدا واتكلمنا فيها، ان احنا نبقى جاهزين لكل شهر نقفله عشان ما نقعدش نتلخبط دي اتصرفت فين؟ دي اتعملت فين؟ اذا كنت تعمل اكسل شيت او مانيوال للفواتير تجهزها تكون جاهزه ليها لكل المساءله ليها. اذا كنت هتسلم حتى في نص السنه، والله يا جماعه انا وقفت لحد هنا وتفضلوا الفواتير بتاعتكم مع استلام هيئه اداريه. الورق كله اهو بكل فواتيره وبكل الملتزمات اللي كانت عليه. التوفيق بين الودائع المصروفات والنقد في اليد. يبقى المبلغ مظبوط على اللي انت استلمته التوتال كامل، البيدي كاش اللي كان معاك مع الفواتير. ضمان التزام النادي بدفع الضرائب الحكوميه، الحمد لله ما فيش ضرائب لحد دلوقتي وما عندناش حاجه. استلام المراسلات الماليه، اعداد لجنه التدقيق. ودي اهم نقطه، لجنه التدقيق اللي احنا اتكلمنا عليها في النقطه الاولانيه في الاستلام، اللي كنت هتستلم سنه ماليه جديده. نقطه مهمه جدا، لازم انا استلم من شخص لازم يكون اعضاء الهيئه الاداريه قديمه موجودين، اكتر حاجه رئيس النادي يكون موجود، وحتى لو هو يوقع لك هو لا خلاص الورق ده تمام واتقفل. وللسنه اللي برضه ما يتسلمش حد وحده. ليه؟ يقول لك لا ما انا ما شفتكش. لا زي يعني هي مش هنقول أمانة مالية، لا أنا والله أنا برأت ذمتي قدامكم أهو يا جماعة، قفلنا السنة المالية بتاعتنا، قفلنا النصف سنة وبتاعنا. مع بترسل الريبورت عامة كل مرة في شهرك أو ربع سنوي أو نصف سنوي بترسله على الهيئة الإدارية، يا جماعة تم المصاريف وصلنا لحد هنا. موافقة؟ تم الموافقة. نكمل. عايز تبعت إيميل لكل الهيئة الإدارية تبعت لهم إيميل. الامين المالي ايه المسؤوليات بتاعته اللي هو بيقوم بيها يعني خلال المرحله بتاعته السنه الماليه؟ حد عنده فكره، رساله يؤديها معينه، معلومه معينه عايز يقولها؟ انا حاسس الصوت مش واضح، ولا انا اللي بكلم نفسي؟ يعني الصوت واضح لا، صوتك اللي واضح بيطلع كله. صوتك واضح صوتك واضح. طيب نيكست مستر ريجن. المسؤولية خلال الفترة المالية اللي أنا قاعد فيها، إعداد الميزانية، واتكلمنا في النقطة دي مهمة جدا. ممكن تسقط منك ممكن يعني أنا عضو من الأعضاء دفع الزوم، أنا دفعت الزوم، انا بدفعه الفتره اللي فاتت دي كلها وهبعت لك فواتير بيها. اوكي، جددت له العضويه بتاعته على مسؤوليه الهيئه الاداريه، ان هو راجل عمل فواتير وبعت لي الفواتير. انا ممكن انسى الفواتير دي، ما طبعتهاش او عملت لها اكسل شيت وجهزتها. لازم الفواتير دي لو سقطت منك خلاص دي فلوس انت ملزم بيها قدام الهيئه الاداريه قدام نفسك، يا فواتير يا فلوس تحاسب قدام الهيئه الاداريه. فانت لازم تعمل حسابك في كل نقطه فاتوره بتستلمها، استلمتها من مين؟ محمود، حسن، ابراهيم. لازم تعمل حسابك، لانك التقارير الماليه دي لازم تبقى جاهزه معاك في كل وقت. تقديم حساب النادي للتدقيق. وقلنا النقطه دي. العمل مع لجنه تنفيذيه في خطه النادي للنجاح. يعني هو بس مش بس الفكره، بس مسؤوليتك انك انت، لا مسؤوليتك في نجاح النادي كمان. التقليص اللي قلت لك انا، اقل تكلفه في الاجتماعات، في الحفلات، في الرحلات، وجود سبونسر للنادي داعم ليه راعي ليه رئيسي، لازم تكون جاهز ليها في تنفيذ الخطه كامله. وحتى اقتراحاتك وافكارك لازم تكون اضافه للنادي والمجموعه.
لو احنا فكرنا مثلا ازاي انا مسؤول امين مالي احقق نجاح للنادي، حد عنده افكار؟ أعتقد تقليل المصروفات وزيادة الوارد، يعني هي دي دايما بتبقى البالانس أو التوازن اللي بيخلي دور الأمين المالي ناجح. طيب انا دلوقتي العهده خلصت في ربع سنوي، يعني ما كملتش مثلا نصف السنوي، ايه اللي ممكن نقدر انا اقتراحاتكم مثلا او فكرتك انك انت مثلا انك انت اجتماعاتك كلها بتكلف، ما عندكش مكان انك انت بيكون فري، لا مكان بتدفع له بيشرج عليك وبيدفع لك مصاريف، افكار او ممكن انت جزء من المسؤوليه دي تفكر نفكر ازاي نجمع مكان للنادي، اقل تكلفه، اقل تكلفه للبوفيه، اقل تكلفه، لان احنا لحد ما ممكن واحد يقول لك لا والله احنا ممكن نكلف الاعضاء مثلا كل واحد دينارين في الاجتماع، لا هو العضو مش هيقدر يتكفل اكتر من كده، العضو لا هو دفع رسومه، واحنا مثلا عضو لو عضو جديد هيحس انه في حد في انتهازي، ان هو لا ده انتوا يا جماعه قلت لي والله انا هدفع دول وخلاص، فلما يلقى مصروفات كل مره يقول لك لا والله يا جماعه دول ما فيش التزام قدام حتى نفسه، مش هيحس فيه التزام، صح ولا خطا؟ لما هو لا بيبقى كل مره بيعمل مصاريف بيعمل مصاريف، ما فيش ليميت للمصاريف دي، انتوا قلتوا لي ادفع الرسوم دي وكل حاجه تمام، فالمسؤولية بتاعتك انت لازم نقلل المصاريف على قدر اقل المصاريف، يعني لو احنا هنعمل اجتماع هنعمل حفلة لازم نقلل المصاريف، لازم تفكر تكون لابس القبعة السوداء زي ما بيقولوا، تبقى جاهز بيها، لا يا جماعة والله نشوف مكان اقل سعر اقل تكلفة، نفكر بالتفكير ده بالذات. ما هي المواد والمصادر المتوفرة التي يمكن استخدامها؟ لسه النقطة دي بنتكلم عنها. طيب ممكن بس يحول سلايد تاني كمان مستر روشن، اللي هو اللي قبل ده بعده كمان، ماشي بداية اوكي نيكست بليز تي تي ام روشن. قائمة المهام كمان نقطة. أيوة تمام شكرا. البداية انك انت يعني انا اشتغلت 8 سنوات في هيئات ادارية مختلفة، بس هو مش بس المالي، في العضوية في امين سر، الاختلاف والحاجات دي بيعمل توافق، انك انت تشوف بتنظر من كل مرة لما تمسك في الهيئات الادارية من المنظور اللي انت فيه، صح ولا خطأ؟ يعني لما تبقى امين سر غير لما تبقى عضوية، العضويه بتبقى عليها مجهود كبير جدا، يعني انا مش عارف اقول لكم قد ايه، تسجيل الاعضاء الجدد ومتابعه الاعضاء وعمل لجان ليهم ومرشدين والبحث عن اعضاء جدد، صح ولا يا جماعه؟ هو مش المفروض، هو يعني هو المفروض تكون مهمة العضوية متكاملة مع النادي كله، يعني مش هو بس يكون اللي بيدور عن الناس وهو اللي بيجيب الناس، وكمان المفروض يكون معاه المالي، يعني هو دايما المفروض انها تكون مهمة مشتركة بين الاتنين، نعم ان واحد بيجيب الاستمارة والتاني بيدخل العضوية، بس اعتقد كده يعني my point of نعم view او وجهة نظري. يعني توافق، بس هو الفكره انك انت لما بتمسك، بقول لك انا قصدي يا استاذ سهام، لما انت بتمسك حاجات مختلفه بتشوف المسؤوليات اللي على عاتق الاعضاء المختلفين، يعني لما انت والله انت هتقوم بالدور ده فانت بتعرف التزاماتك ايه، زائد انك انت طبعا وجودك في الهيئه الاداريه بتحط افكار بتحط رساله ليك طبعا، ويكون ليك ناس بتتدرب كمان معاك، يعني انت بتجهز ناس جديده لانها تمسك هيئات اداريه جديده، طبعا اول حاجه حضور تدريب اعضاء اللجنه التنفيذيه اللي احنا فيه دلوقتي،
قراءة الأدلة والتعليمات الخاصة برئاسة النادي، لازم تبقى لو أنت أول مرة تخش هيئة إدارية لازم تكون قاري البروتوكول كامل، الأمانة العامة، السر، قاري كل الرسالة بتاعت الهيئة الإدارية. الاجتماع مع اللجنة التنفيذية السابقة تكون تشوفها، اجتماع مع الأمين المالي السابق للنادي، ودي اللي النقطة اللي بنتكلم فيها، إنك بتجتمع معاه وتقعدوا في التسلم والاستلام، تاخد منه الرساله اللي ازاي النادي ماشي بيها، تشوف التقارير الماليه الربع سنويه والنصف سنوي والسنوي كامل، تشوف ايه اللي اتصرفت فين المصاريف دي كلها، ايه اللي كان عامل ضغط على النادي في الفتره الماضيه، المصاريف اللي اتعملت فيها. الاجتماع مع اللجنه الاداريه المنتخبه اللي احنا هتشتغل عليها السنه اللي جايه ان شاء الله، مراجعه القوانين والبروتوكول، ودي اهم نقطه، انك انت تبقى عارف ايه اللي ليك واللي عليك. يعني انا اسلم مين الفلوس اللي جايه السنه اللي جايه، لما اعرف بقى الهيئه الاداريه خلاص اتسجلت واشتغلت، اه يا جماعه طيب هيجي رئيس النادي والمالي، اتفضلوا الفلوس ده هي يا جماعه، وربنا يوفقكم في سنه جديده ان شاء الله، والتزاماتنا كده اللي احنا علينا اللي هنكمل بيها، مثلا اذا كان علينا اقساط حاجات تانيه معينه، مثلا خدنا اشترينا حاجه اقساط النادي، علينا التزام في القاعات اللي احنا بندفع لها، يا جماعه انتوا تعملوا حسابكم عشان ان شاء الله الشهر الجاي مثلا لما تستلموا الهيئه الاداريه الجديده، في اول حاجه علينا الغرف اللي هي بنعمل فيها اجتماعات لازم تدفعوا اول باول، تكون ملتزمين بيها فيها تجديد الاعضاء خلال الفتره القادمه، واهم حاجه في الوقت اللي هو يكون فيه تجديد ما ينتهيش يعني قبلها. الميزانية، اتكلمنا عن نقطة الميزانية دي كتير، والميزانية دي أهم حاجة، ضروري تعرف الميزانية هتكفيك لحد فين. مراجعة السجلات والتقارير المالية وتقارير لجان التدقيق، دي أهم نقطة. تقديم الوثائق المصرفية، إنشاء نظام حفظ السجلات إذا احتاج الأمر. سبيس مستر رشان، النقطة هنا مهمة جدا يا جماعة، ان انا الامين العام لا يتجزأ من النادي حفظ السجلات، حفظ الريبورتات العامة كلها، وبنقدم سنة في سنة بنقدم بنقدم له بنقدم التقارير بتاعتنا اول باول، نكون جاهزين ليها عشان نتعلم منها، نتعلم من الدور ده، حتى حساباتنا اللي في البيت حسابنا الشخصي، يعني فواتيرنا نجيبها، نعرف مصاريف احنا جبنا ايه، مصاريف لنفسنا. الادوار اللي احنا بناخدها في الهيئات الاداريه يا جماعه ليها ميزه كبيره جدا، بنتعلم منها التدقيق، نتعلم منها المتابعه، نتعلم منها حتى نعلم اولادنا، نعلم ازاي انت تعرف حاجتك انت اللي جبتها ايه. يعني الفاتوره دي انا ابسط نقطه، كنت بشتري افطار الصبح من محل مطعم وجبت سندوتشين، خد مني كينيت، طبعا خلاص بقى كينيت بقى كل حاجه، عمل بدون باسورد ولا حاجه، حط الجهاز وخدت الفطار ومشيت، بتجي لك رساله، مش حتى ما تدور على الاكسل شيت، ما بتدورش على الريبورت اللي بتاخده منه، خلاص بتجي لك رساله وتمشي. فخدت الفطار وبعدين بقى بجيب عصير وبفطر، كان لسه اول راتب لسه نازل بسم الله، بضرب بص لقيت 7 دنار، متصورين الراجل سحب 7 دنار بدل ما يسحب 700 فلس، سحب 7 دنانير، ده انا واخد سندوتشين. لفيت ورجعت بقول له حضرتك انت سحبت كام؟ قال لي سحبت 700 فلس. قلت له بس اضرب كده، هات الورقات الريبورت اللي عندك كده، طلع الريبورت، الراجل اتحرج، حسب يعني، قال لي اسف والله انا ما، قلت له لا لا عادي حصل كده، اديني الباقي، انا ما خدتش ريبورت، بس انا عندي الاس ام اس بتاع الرساله اللي بتوصلني من البنك بتاعي، فالتدقيق مهم، يعني انا ممكن عدت اللقطه دي وكنت مشيت، لكن انا ما كنتش فطرت ب7 دنانير، يعني انا ما اكلتش في الحاتي، انا اكلت سندوتشين بس والله. فالمتابعه بالذات التقارير الماليه دي مهمه جدا، اتعلمك تبص على كل فلس في اللي بتستلمه، من اللي هتستلم منه او هتسلم حد،
او انت اللي جاب لك فواتير تشيك عليها، والله الفواتير دي تم التحقيق عليها والمراجعه وتوقع عليها، اذا جابها اي حد يوقع لك عليها وتستلم منه. اتعلمنا التدقيق، اتعلمنا منها المتابعه، اتعلمنا منها اداره الماليه اذا هو نادي، منها بتتعلم دور، منها بتتعلم جزء لحياتك. شكرا لحضراتكم خلال الورشه، واستمتعت بلقائكم، ولو في اسئله انا جاهز ليها يا فندم. Thank you Mr. Roshan. Click. Welcome, welcome. I'll just unshare the screen and share the attendance list. شكرا. I'll just share في that. أسئلة، في أسئلة